السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. هذا واحد الموريتاني مسكين، وغنسمعوه هذا الشيء كامل اللي غنقول لكم، وغنسمعوه مشى مسكين من نيتو قاصد واحد المجموعة، واحد المجمع البوليزاريو، دوك البوليزارو المتشددين، دوك الإرهابيين اللي مآمنين بالشهيد والقضية والشهداء، هما أصلا دايرين واحد المجمع، واحد المجموعة مسمينها الوفاء لعهد الشهداء والوطن، حتى العنوان كيف تعرفوا من هما. مشى عندهم ونصحهم، قدم لهم واحد النصيحة من القلب، نصيحة أخوية. قال لهم نصيحة مني لكم، أنه أحسن ليكم تموا مع المغرب. بمعنى قال لهم أنا نصيحتي كموريتاني ليكم توما كبوليزاريو، أنكم تعودوا مع المغرب وتحت سيادة المغرب. علاش؟ قال لهم لأنكم توما مجتمع فوضوي، ولا عطاكم المغرب السيادة والحرية هاد الصحراء تخربوها وتدمروها وترجعوا اللور، وخير لكم ومن أفضل لكم أنكم تمشوا مع الشعب المغربي وتقدموا مع الشعب المغربي، لأن المغاربة مسلمين. في نظركم الإخوان، على أنه هذا البوليزاريو اللي يتجاوبوا معه ويتحاوروا معه ويتناقشوا معه فعلا هم مجتمع فوضوي ومجتمع جاهل وغبي؟ وهنا أنا ما ذكر الصحراويين، لا، الصحراويين طيبين وخالقين محترمين متفاهمين من أطيب خلق الله. أنا هنا كنتكلم على دوك الجماعة اللي في المخيمات واللي قفرت عليهم الجزائر 50 سنة، وعاد تغسل لهم في أدمغتهم وتدخل هذاك اللي باغي يدوروا وتوصلوا لهم، ورجعت منهم شي من الجهلاء، شي من الإرهابيين، شي من المجرمين، شي من القبليين، شي من العنصريين، شي من المخربين. عادوا مسيكين هاد الموريتاني يسبوا فيه ويشتموا فيه ويحرق بي كي الكلب، ويحرق بي الحريطاني اللي لا إله إلا الله، ما يمكنش تنصحوا مد البشر. صراحة القضية ضحكتني. نسمعوا أخوتي، تحياتنا لكم وعاش الشعب المغرب العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. مجموعة الوفاء لعهد الشهداء والوطن، نصح مني إليكم، أرنكم أشبه بكم تم تحت السيادة المغربية. أنتم مجتمع البلان، مجتمع فوضوي، من طبيعته على أنه مجتمع فوضوي، ولا إلى تعطيكم المغرب، ما إلى تعطيكم الحرية، ما دمرت الصحراء ورجعت إلى الوراء. ثم ما يصلح لكم ولا أشبه فيكم ما تم تحت السيادة المغربية، دور تزدهروا قلاب ازدهاركم ووقوفكم مع الشعب المغربي، شعب مسلم وأشبه فيكم. انتم سابق جيكم اسبانيا، كانوا الشيوخ القبائل عاطين الولاء لملوك المغرب، عاطينهم الولاء، والسبب المغرب على انها تدعى الصحراء، السبب انها تدعاها بسبب ذوك الاثباتات والوثائق اللي تدل على الصحراء على انها تابعه للمغرب. وانتم قاعش فيه، انتم قاعد تابعين المغرب، شعب مسلم، اش فيها لكم؟ نشبه لكم انتم قائمه فيكم الحرب لا كانت قاع، لكن انتم قاع جايك محتلينكم قاع شمن اليهود والله النصارى، حق دافعوا عن ارضكم. ما دام هذا مسلمين كاملين، عودوا جماعه واحده وبنوا ارضكم وخليكم من المشاكل، كلكم يكتل الاخر، لا ما فيه لكم اي مشكل، ما فيه لكم اي فايده. كما قال الأخ قبيل، هذه الأرض هي أرض الصحراء أصلاً، سبقوا فيها البربر،
بربر هما أول حد سكنوا هاي الأرض ده هي من فهم خرجت الهجرات الإسلامية، وهذا الشعب البيضان كامل يقولوا عنه جاي من شرق اليمن، أصول من أصول يمنية. أنا بعد حسب وجهة نظري أن أشبه فيكم تموا تحت السيادة المغربية، ما دام فم نفس الحقوق بين الشعب الصحراوي والمغربي، يالتكم تموا لا شعب واحد، ما عينكم في تصعيد المشاكل، ما هي معلومة فيكم، ما هي زينة فيكم، عندكم نفس الحقوق. المغرب ما هو باخر شيء، الملك ما هو باخر شيء، في الصحراويين ما هو باخر شيء. يا حرق الليل عبيد مخلي بيك، يا الزنياقي دافع لا عن راسك، يا حرق الليل بيك انت وبي الصحراء اللي تدخل اللي وبي المناظر اللي قاد دوق انت معانا، ينعل بوك يا رخيص تطالع معانا انت زنياقي، ما نكشي كليمه كليم موريتاني وداخل في الشلوحه، يا حرق بي عبيد مخلي بيك، يا حرق بيك مولي. ودعتكم المدير، انا ما نقدر نتحملوا بقى ابدا، عطيتوما باتي صباره، انا ماني صبار، شو ما نقدر نصنف، راه قاعد يقول لنا الشعوب الشعب المغارب. دعتكم لله، دعتكم في الذي لا تضيع ودائعه. يا نعال جد بيدك نقبع دين امك نوكلا، الله يطيرك يا جبيف، ولا هو قبضني بك يا خي، عود عني بحشيش ساكنين ترى بدأ ضروس أصبعي، تفو الله ينعل جد والدين مخلي بوك الكلب، ولا هو يذيب يسوي الراخي، الله ما يقول الصح انت يا ولا هو، ينعل بوك وبو جد مخلي والديك. وني نقول هذا قاهو وتعرفون انتم موريتاني باركين في ظل الفاره صلات عجكو عقب مستقلي راك مستقلين لابو ريق ما يبعضلي راي موليك بيكبت فرنسا جي وتنكب عندكم مفكارة يقول لكم حقرة ما لكم هذاك تحقرون قاعدين هون قاعد مولي يعني مخزين الكابينة يقولوا لك زاد نجي تخرص راهي مليان من الذنبان يرمسخ الكبة. السلام عليكم من برا الوفاء لعهد الشهداء والوطن، وانت الموريتاني من قال لك ذي؟ نحن الحكم الذاتي ما قبلناه تحت راية اسبانيا اللي عندها الحرية التامة، الحرية مولي التامة المكلم عنها، نقبضوها تحت أمغيقات ما قطوا عرفوا الحرية من ساعة القبض والاستغلال عطيت لهم فرنسا، ليجينا احنا انت رايك وتعطينا الحكم الذاتي، طير طير انت وطير الحكم الذاتي. السلام عليكم يا كلباس، اسمع يا الخو تراك عندك مغالطات في التاريخ، ايه اتمنى لا تخلص تاريخ الاحتلال المزور، سمعت ونحن اصل اشبه فينا لو كانوا قبضونا اليهود، اسبانيا قبضتنا كصغر ما 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 قطت حبست فينا هذا اللي ولا قطت كتلت فينا هذا اللي قط قتل المغرب، اصل اشبه فينا كانت تمت قبضتنا اسبانيا 100 مره الا من 75 جاي لا كم من صحراوي مفقود عند الاحتلال وكم من صحراوي محبوس رايك الى الان على قال كلمه حق، تصايم تحنك مالك صايم تفاطر تفاطر ما انا قايل كلمه حق انت، ايه لا شوف حنوكك مكريين ولا شوف ما هو موريتاني واطي هذا.